ديالنا بودكاست. يسعد اوقاتكم مشاهدين ومستمعين انفجارات النمسا ميديا او بكل مكان مع حلقه جديده من بودكاستنا الفني ليالي فيينا من فيينا. ضيف حلقتنا اليوم فنان ومطرب وصوته جزء من الذاكره العربيه. صوته عايش معنا ابتداء من تتر التغريبه الفلسطينيه للراحل الاستثنائي حاتم علي الى اخر اعماله تتر على قيد الحب للمخرج الموهوب باسم سالكا. بنرحب بضيفنا الفنان عامر الخياط. اهلا وسهلا استاذ عامر، نورتنا. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بالمشاهدين والمتابعين. استاذ عامر، ما بعرف اذا انت، بس صراحه في ناس كتير ما بتعرف مين هو عامر الخياط وما بتعرف شكله، بس صوته محفور وموجود معنا بكل مكان صراحه. يعني الناس مثلا اوكي مثلا التغريبه الفلسطينيه عايشه معنا يعني من 2006 لهلا صراحه، ولهلا الناس، وبعد طبعا رحيل الاستاذ الاستثنائي حاتم علي، فالموضوع كمان انتشرت بطريقة أخرى صراحة الغنية. فنحن ابتداء من بودكاستنا حابين أول شيء نسمع تجربة عامر الخياط من ابتداء من التغريبة الفلسطينية مع الأستاذ حاتم علي ومع الموسيقار الكبير طاهر ماملي. فممكن تحدثنا شوي هيك عن تجربتك وقتها؟ حبيبي، بكل سرور وبكل سعادة. التجربة هي اللي ما بتنتسى أبدا، كان لها يعني صدى كتير كبير، وكان لها يعني مثل ما نقوله تأثير على مسيرتي الفنية ما زال مستمر من وقت ما عملناها إلى الآن يعني. وهذا شيء بفضل الله أعتبره نجاح جميل جدا، أنه يعني عمل فني، خصوصا أنه شارك مسلسل، وهذا شيء صعب يعني، مو هو ليس بأغنية عاطفية أو أغنية عادية يعني، شارك مسلسل دراما، هذا شيء كتير يعني صعب أنه يظل محقق هالنجاح هذا يعني. ما شاء الله داخلين على 20 سنة وما زالت الناس تتغنى فيها، بعتبره نجاح كبير يعني، وأبداع طبعا الأستاذ طاهر ماملي والشاعر الفلسطيني الكبير إبراهيم طوقان. والحمد لله الناس حبيت العمل يعني، وما زال منتشر وتسجل كتير، تقدم منه يعني نسخ. صحيح ما كانت مع الأسف يعني بالمستوى المطلوب فنيا، ولكن يعني هذا دليل على أنه محبوب يعني. يعني الحمد لله هذا نجاح، أشكر الله عليه يعني. لا صحيح، النجاح لهلا لساته عايش معنا، وخاصة أنتوا عدتوا، إذا عدتوا توزيعة غالبا من سنتين. نعم. تقريبا أو 3 سنين عدتوا توزيعة يمكن، وصورتوها بهيك بتوزيع مختلف كانت. صحيح، توزيع يعني التوزيع المتعارف عليه للناس اللي هو اللي بيصار بحفلات دار الأوبرا بسوريا وبالإمارات، وتوزيع أوركسترالي يعني أوركسترا، أو اللي هو مثل ما سمعت الناس بالمسلسل تقريبا. لكن التوزيع اللي عملناه بتركيا كان يعني ميال إلى التخت الشرقي يعني، بعيد عن صحيح الضخام. نعم، عملنا بشكل مبسط جدا. في كان صراحة مثل ما بيقولوا اللمحة والنفحة العربية كانت واضحة فيه. أستاذي، نعم. أنا حابب هيك بنحكي شوي مفع عن علاقتك بالأستاذ طاهر ماملي. هو شو اللي خلاه مثلا الخيار أنه يختار عامر الخياط مثلا لأداء التتر هو التغريب الفلسطيني؟ ليش عامر مثلا برأيه هو اختار عامر الخياط مثلا سواء عن غيره؟ بشكل عام كل مؤلف له رؤية معينة، بالضبط مثل ما كاتب العمل أو مخرج العمل بيختار أحيانا ممثلين بناء على شكله أو مثل ما بيقولوا الكاركتر اللي عنده. فيبدو أن الأستاذ طاهر شاف في شيء معين عندك كاركتر بصوتك. نعم، هو الرؤية الموسيقية اللي بباله يعني. يعني أصور أنه هذا يعني أيضا ذكاء المؤلف طبعا بيلعب دور، لأنه هي المسألة مش أنه يكون الصوت قادر، في كتير أصوات جميلة وقادرة ومتمكنة، ولكن كل صوت شو بيلبق له. لا بالضبط، والصراحة نعم. يعني صوتك أستاذ عامر فعلا فيه كاركتر، صوتك لما بيمرق مثلا بيعلق، عرفت يعني. صوتك مثلا في طبعا مثلا موجود أصوات كتيرة على الساحة الفنية، بس بتحس في أصوات كتير مشابهة لبعضها، بس مثلا صوت عامر الخياط لما بيمرق بيضلوا على الآن بالذاكرة، عرفت. في له كاركتر محدد مثلا، يمكن هذا السبب
اللي ساعدنا نحن مثلا واللي ضلنا عم بيذكرنا مثلا بالتغريبة، عم بيذكرنا بسحاب الصيف، عم بيذكرنا وأخي آخرها على قيد الحب طبعا. أستاذي نعم. أستاذ عامر في شغلة طبعا ما بعرف إذا الناس بتعرفها، أنه حضرتك ما أنك سوري يعني ما بعرف. نعم. حتى في هذا دلالة على أنه شوف المجتمع أو الشعب السوري من كثر ما له مثل معشراني أو يعني مجتمع متصالح مع نفسه. أنا ما زال عندي أصدقاء إلى حد الآن من أيام سوريا من 15 و20 سنة لحد الآن، صدقني ما عندي أي فكرة عن ديانته أو اتجاهاته أو كل ما أنا كني بعرف اسمه وبعرف أنه طيب المعشر ولطيف. فهذا شيء يعني خصوصا قبل يعني الأحداث المحزنة بصراحة اللي صارت لسوريا، وإن شاء الله بإذن الله بترجع لك الأول وأحلى إن شاء الله. الجميل انه بتلاقي بالحي الواحد او بالعمارة الواحدة ساكن عدة جنسيات وعدة يعني ناس من غير محافظة. هذا تمازج يعني خليط جميل بالمجتمع. فمثل ما تفضلت في كتير ناس يعني من اصدقائي ما بيعرفوا انه انا عراقي كوني اتقن اللهجة السورية، يعني طبعا بحكم اني ولدت في سوريا. صحيح. يعني انا واحد من أنا واحد من الناس تفاجأت، فعم تقلي أنه أوكي أنا حاليا موجود بالعراق، أنه شو السبب وقتها؟ فعم تقلي أنه أنا عراقي، قلت له أنه كيف أنت عراقي؟ يعني نحن اللي بنعرف أنه حضرتك سوري، بتحكي سوري وبتغني سوري ومشارك بالأعمال السورية، فالموضوع سبحان الله غريب كان. الأستاذ يعني موضوع أنا آسف مقاطعة، موضوع الجنسية هل ضايقتك العراقية شوي ولا بالعكس ممكن فتحت لك مجالات أسهل من أنك تكون سوري؟ والله هو سؤال جدا مهم. يعني هذا الإشكال يعني وقعت فيه حتى النجوم، سبب لهم إشكال كبير يعني بتنقلاتهم من أجل العمل، من أجل يعني تنقل بين الدول. بتعرف أنت الأمور السياسية كل فترة بيطلع عليها تغيير، كل فترة ممكن يصير إشكال معين يعني بخص جنسيات معينة أو دول معينة. فهذا الموضوع كثير أثر، يعني أثر لغيري من النجوم وأثر علي أيضا، يعني روح علي فرص كثير كونه طبعا أنا يعني لا يعني أني هذا الكلام أني لا أتشرف بجنسيتي العراقية مثل ما حصل مع كثير نجوم، يعني إن كان الأسطورة والدير الصافي يمتلك أكثر من جنس، كاظم الساهر، أصالة النصري، ماجد المهندس، كثير من الفنان الأستاذ هاني شاكر من جديد أخذ جواز لإحدى الدول. يعني هذا لا يعني أنه لا يفتخر بجنسيته، لكن هي من باب فقط التنقل أو التسهيل يعني. وبعض الفنانين يحصل عليها كتكريم من خلال مشاركته بأعمال أو مهرجانات أو مناسبات معينة. فمثل ما تفضلت حضرتك يعني هو هذا السبب فقط اللي بيخلينا نحاول أنه نحصل على جنسية أخرى أو نحاول نتلافى الموضوع هذا، كونه التنقل بالجواز خصوصا إذا كان مصنف عالميا تصنيفه يعني غير جيد، فهذا شيء بسبب لنا أشكال كفنانين يعني خصوصا. وحضرتك يعني بالضبط حضرتك صار معك موقف بخصوص جنسيتك، يعني موضوع كان له علاقة بمهرجان بتونس إذا الله ما كذبني، ممكن تصحح لي أنت؟ في المغرب صحيح. فهن تفاجأوا أنك عراقي، أنه أوكي أنت ممكن لو سوري أو أنت بغير جنسية، بس يبدو بالتحديد لأنك عراقي فكانت هي السبب يمكن شوي مضايقتك. مو قصد انه كرهن او كذا، ولكن قوانين اللي كانت انا ذاك في هذاك الوقت يعني نفس الموضوع، جلسنا واتفقنا وحكينا بالتفاصيل وكانوا جدا سعداء وكذا وكذا وكذا، جينا عن توقيع العقد واذا بده يسجل، تعرف العقد لازم يكون موثق وفي بيانات وفي كذا. ف يعني فضلك قال لي بس بدنا مشان نكتب وقعنا وكذا بدنا نعمل مشان التذاكر والفيزا والكذا، فطلعت له الجواز فطلع فجأة لي عفوا استاذ عمر جوازك عراقي؟ قلت له نعم. فأنا الموضوع عندي ناسي يعني ما حاطه ببالي أبدا يعني.
فلكن تفاجئ هنيك يعني والله انا يعني بعتذر منك حتى يعني لدرجه انه يعني ورجالي مكتوب يعني المكتوب على التليفون بالموبايل يعني بهذا الوقت قال له ممكن يعني اي جنسيه بس عدا العراقي لصعوبه استحصال او فيزا وقتها استحاله يعني انا ذاك طبعا هذه قوانين تخص الدول عن الدوله نحن طبعا اكيد نحن ما عم نقول انه الموضوع هل هو مثلا يعني لا سمح الله يعني من مبدا عنصري او من مبدا بس هو اكيد صحيح. القوانين تخص الدوله وتخص البلد المعروف الموضوع يعني الشعب المغربي من اجمل الشعوب من الشعوب المضيافه والكريمه واللطيفه فالحمد لله يعني هي بس مجرد قوانين ونحن لا نملك الا ان نحترمها يعني ونحاول انه نذلل العقبات نعم هذا ما هنالك يعني دول يعني كثير دول احيانا بيحصل عندي اشكال بهذا الموضوع فعم نحاول نتلافى قدر الامكان يعني ونشوف التوفيق من عند الله هو يعني هو طبعا الشعب المغربي تحية للشعب المغربي أنا الاصدقاء كتير وصراحة يعني أنا على الصعيد الشخصي ما شفت كل خير بس وحضرتك أكيد. هو ما فهمت عندك تجارب ببلدان مختلفة أستاذ عامر يعني ولكنات صحيح. مختلفة كمان صراحة فمثل ما عم تحكي اللكنة السورية فهمت أنه أنت بتحكي بكذا لكنة شو أنت وين البلدان اللي عشت فيها أستاذ عامر والله عشت بي يعني بحكم يعني عمل والدي كونه ايضا من الفنانين المخضرمين العراقيين وكانوا له عده مشاركات في سوريا في مهرجانات ومناسبات في سوريا ايضا فتنقل كان يعني بعدين لما خلال الدراسه من خلال العمل ايضا فتنقلت بكثير دول يعني فرنسا بريطانيا اسبانيا الوطن العربي أغلبه يعني أغلب دول الوطن العربي اليونان قبرص تايلاند تركيا الخليج بشكل عام كنت مقيم فيه لفترة جيدة يعني وزيارات لبعض الدول المغرب أقمت فيه فترة الأردن فترة سوريا طبعا يعني وفي زيارات كانت ليبيا تونس مصر يعني هلو. في أكثر من دول نعم أنا أنت أستاذ الفن ما غريب عليك هو يعني أنت ولدان بعائلة فنية فأنت موضوع أنه الفن جربته من صغرك يعني هو ما موضوع أنت مثلا تعلمته أو حبيته على كبر نعم رغم أنك اكتشفته بالتدريج يعني ما كنت حاطط ببالي أني يختص بموضوع الفن يعني ولكن صارت ظروف يعني هي اللي أدخلتني صدفة بالمجال الفني يعني ومن انتقال لانتقال لأنه دخلت أول مرة درست الإيقاع يعني اختصيت فيه بعدين تركته وتحولت إلى الآلة الكيبورد يعني تعلمت أني أعزف عليها يعني وبعدين انتقلت إلى موضوع الغناء حلو أستاذي هو سؤال أنت ليه توجهت أكثر شيء مثلا للدراما السورية مثلا لشارات الدراما السورية مثلا ما كان عندك تخطيط لأعمال مستقلة مثلا بعيدا عن أجواء الأعمال السورية للدراما منها مثلا كأغاني مستقلة كشركات إنتاج خاصة مثلا هلأ نحن متعودين على عامر الخياط متعودين تمكنوا من اللغة العربية الفصحى وصراحة تطويع لأنه نسمعها كمادة فنية جميلة جدا مع لحنة بس ما عندك كان مثلا فكرة أنك تساوي مثلا شيء بعيدا عن الفصحى شيء متنوع مثلا نعم والله هو أكثر من مرة يعني طرح هذا الموضوع لكن سبحان الله تحصل ظروف يعني خارج عن الإرادة يعني تعرف أحيانا الفنان ظروفه الشخصية يعني بتكون كثير يعني بتسبب له إشكالات كثير كبيرة يعني وأحيانا أيضا العمل لأنه مثل ما تفضلت شارة المسلسل هي تجي مرة بالسنة مرة بالسنتين فبالوطن العربي بشكل عام معروف المهن الحسية اللي هي الفن الرياضة الشعر النحت هذه الأمور ماديا ما كثير حتى على مستوى نجوم الصف الأول كممثلين وكمطربين مقارنة بأمريكا أو بغير دول ما فيها الدفع هذا يعني مهما كانت الأرقام عالية فتضطر أنك أكيد كمطرب يكون عندك عملك اللي هو حتشتغل بعقود تتبع إلى فنادق أو مطاعم أو حفلات أو كذا فهذا الموضوع أحيانا ممكن يعني بيسرقك بيخليك أنك ترتبي عمل وراء عمل وراء عمل يعني وتأجل وتأجل وتارك هذا الموضوع زائد اختلاف
مثل ما تفضلت كمان موضوع السوشيال ميديا أثر كتير على طريقة طرح الفنان. يعني قبل كان الصوت الحلو الشركات هي بتجي، شركات الإنتاج والكاسيت وكذا، هلا هذا الموضوع صار منقرض، الكاسيت انقرض والمواهي كلها انقرضت، أصبحنا الآن على طول يعني الديجيتال تسجيل على طول يعني. وحاليا أستاذي يعني بالضبط مثل ما يعني مثل ما قلت السوشيال ميديا حاليا، مثلا ايام زمان كنا نمرق بفلاتر كبيره صراحه، مثلا كمطرب بده يكون مثلا خريج موسيقى، دارس موسيقى، يعني مثل ما بيقولوا معاني، مارق بطريق طويل لحتى يوصل للقمه انه هو فعلا نعرف. حاليا اي حدا ممكن يكون معه، مجرد يكون معه تليفون او جوال، تيك توك، فيسبوك، إنستغرام، السوشيال ميديا انشهر، والفنان اللي عم بيفوت ويخوض بحرب طويلة مثلاً ليتعلم وعم بيدرس موسيقى. وبعدين هو مو مبدأ بس يعني كموضوع صوت، ما هو مثل ما تفضلت حضرتك يعني موضوع كمان بده تجربة، بده ثقافة، بده تعامل، هو مو بس صوت حلو. فحالياً أي حدا، مع احترامي للموجودين طبعاً واللي عم بيطلعوا على السوشيال ميديا، بس في نسبة كبيرة منهم فكره ناقص نوعا ما، بحاجة إلى صقل أكثر، موضوع الفكري عندهم، ميزة الانتشار بسرعة، وللأسف يعني هي عم تشكل سوء على الفنانين فعلا الحقيقيين اللي عندهم رسالة فنية. فهو بس هذا تأكيدا على كلامك. أنا حابب صراحة أرجع كمان، أنا باعتبار أنه أنا مخرج بالسينما ومختص يعني بالدراما، فأنا حابب كمان أحكي عن تجاربك الدرامية مثلا مع الأستاذ مروان بركات بسحاب الصيف. نعم، ممكن تحكي لنا هيك بشكل خفيف عن تجربتك مع الأستاذ مروان بركات؟ سحاب الصيف من الأعمال الجميلة جدا اللي إلى بقلب مكاني، وهو أيضا من تأليف الأستاذ طاهر مملي. في شيء جميل جدا، يعني الشغلة الحلوة إنه بالنسبة لأهل الاختصاص في كثير يعني حركات فنية جميلة، تحويل النغمة، تحويل الإيقاع، يعني بيكون هو يبتدئ بإيقاع رباعي، بعدين في المنتصف يتحول إلى فالس، إيقاع ثلاثي. هاي الشغلات بقى اللي عودنا عليها الأستاذ طاهر، بكل عمل لازم يكون له بصمة معينة. يعني الانتقالات الموسيقية اللي المفاجئة، طبعا اكيد هي مدروسه بشكل اكاديمي، سواء كان بالتغريبه او مسلسل خلف القضبان او سحابة صيف مثل ما تفضلت. فمن الاعمال الجميله جدا جدا، وقدمناها ايضا بحفل دار الاوبرا بسوريا، وان شاء الله بنقدمها مره ثانيه في الامارات، في دبي، او في بحفله قادمه ان شاء الله اذا سنحت الفرصه. هو فعلا فعلا صراحة كمان سحابة صيف إلى خصوصية، ومثل ما تفضلت الأستاذ طاهر مملي، أنا طبعا خبرتي الموسيقية عادي يعني سيئة مثل أي شخص طبيعي، بس فعلا هو عنده بتحس في روح، يعني في عنده شخصية محددة بالموسيقى اللي بيساويها. مثل ما تفضلت يعني موضوع مثلا بأي عمل أنت خلص بنعرف أنه هذا طاهر مملي، مثل ما تفضلت بينتقل حسه من لحن للحن، بفوتك بمود، برجعك بمود. هو فعلا عندي يعني شخصيته مميزه، يعني بتعرف انه هذا العمل بدون ما تقرا مثلا مين اللي اشرف عليه او اللي ساواه هذا اللحن، فبتعرف انه هذا طاهر مملي. والتوزيع طبعا صراحه استخدام الالات اللي فيه رائع جدا. انا على الصعيد الشخصي كتير بحب اعمال الاستاذ طاهر مملي. تمام، ممكن هلا ما بعرف، بس هو سؤال هلا على قيد الحب، ما هي كانت طاهر مملي؟ انا صراحه ما بعرف. على قيد الحب الأستاذ رضوان نصري. صح، الأستاذ رضوان نصري. شو اللي اختلف؟ هل أنت لقيت فيها مثلا شيء مختلف عن العمل مع طاهر مملي مثلا؟ طبعا هون روحية المؤلف تختلف. أستاذ طاهر يعني أكاديميا يعني أسلوبه في التأليف الموسيقي مختلف عن الأستاذ رضوان. أستاذ رضوان بيميل إلى حسب ما حسيت أنا من خلال تعاملي معه، يمكن أكثر من عمل تعاملنا به. كان أول عمل لنا وحوش وسبايا، شاركتنا فيه الجميلة ليندا بيطار، نوجه لها تحية عبر تحية طبعا. فهذا كان أول عمل في، فبتحسوا إنه أغنية، ما بتحسوا شارك مسلسل، يعني في البساطة اللطافة. عملنا بعدين مسلسل هاشتاغ، هذا سباعية كوميدية كان في
لقناة روتانا، وعملنا بعدين أشياء باسم الحب أيضا السباعية، شاركت بالحوت داخل المسلسل. نعم، كان الإشارة التتر للفنان الجميل أستاذ معين شريف. بعدين عملنا بيتخذ شرقي، كان لي مشاركات أيضا مع النجم آدم، وكان أكو مشاركة بالكندوش. صحيح، الكندوش. الكندوش شارت النهاية كانت لي، وداخل المسلسل بعض المقاطع لي، وفي كان البرومو اللي تسوق عليه المسلسل. صحيح. وبالحلقة الأولى قبل ما يغني معين شريف، يعني كمان في مقطع، أكو مقطع صغير لي يعني بالمسلسل نفسه، وكمان كان على قيد الحب وآخرها. الجميل اللي فيه أنه أيضا يعني مميز أنه عربي فصيح، رغم أنه اللي عملته من الأعمال اللي نفذته مع أستاذ رضوان كانت بالعامية أو باللهجة البيضة مثل ما بيقولوا، على حب كان فصحى، فهون المفاجأة، وكان بعد انقطاع فسبب دوي يعني أنه ها صرنا زمان ما سمعنا. هي فترة أنا كنت مقيم فيها يعني، وكنت مشغول بأعمال أخرى خارج نطاق الفن يعني. حلو، حلو كتير. لا صراحة حلو كتير، وخاصة أنا على الصعيد الشخصي بالنسبة على قيد الحب، حسيت الأستاذ باسم سالكة عم بيعطي روح حاتم علي نوعا ما من خلال العمل. طبعا أنا ما تابعت يعني النهاية صراحة، بس حسيت في شيء مشابه، في احترام، في رسالة بتحسها أنه في تحية لحاتم علي. فأنا حسيت في شيء نوعا ما، الروح هيك متقاربة. هلا بعيدا عن شوي عن الغناء، ما انت استاذ عامر انت منخرط كتير بالدراما السورية بشكل عام من خلال مشاركاتك وغنائك بالتتراس والشارات. بالضبط، يعني ما فينا نقول تمثيل، كومبارس يعني. لا ما هو انا هون بدي فوت على هاي النقطة، بعيدا عن الغناء يعني تجاربك التمثيلية، انت مثلا احكي لنا شو انت مثلا حابب بتمثل بعيدا عن انك تغني طبعا، كيف كانت تجاربك التمثيلية؟ والله ما ممكن يعتبر تجارب، هي كانت ظهور ب يعني ب ظهور خاص معين. نعم، كانت في على ما اذكر مسلسل صبايا، كان في لي مشهدين صغار، واحد مع الفنانة ديما بياعة والفنان مهيار خضور، نوجه لهم ايضا تحيه نوجه لهم كمان تحيه من عنا. وكان في ايضا كمان مع صبايا بجزء اخر اتصور لي من عمايلي ايضا، هاي اللقطه فيها. في عنا مسلسل اهل الغرام كمان كان في مشاركه فيه في استاذ جمال سليمان و الفنانين طافش، على أساس بيكون هو أستاذ في جامعة وبتكون هي طالبة عنده معيدة عنده بالكلية هيك شيء. والدرك العازم في الفنان الفنانين نور حال. استاذ عامر انا بعتذر منك، بس يبدو شوي صار عندنا مشكله بالاتصال، اذا بس ترجع بتعد لنا بس المشاركات، ما اذا سامعني، بس صار في مشكله بيبدو بالاتصال بين النت او بشيء. اذا بس ترجع بتعد لي معلش، انا وصلت معك لعند اهل الغرام مع الاستاذ جمال سليمان. نعم، هلا في مشاركتين مع الاستاذ جمال سليمان ونسرين طافش بحلقة قديش حلوة هالشيبة. المسلسل كان معمول على أساس كل حلقة لها عنوان أغنية. صحيح. وفي أغنية تانية، نعم، وفي حلقة تانية كانت مع نورة رحال والأستاذ بسام كوسا بحلقة أيضا بحلقتين بأهل الغرام. وكان في مع الأستاذ باسم ياخور وعباس النوري مسلسل شتاء ساخن. صحيح. ظهرت فيه كمان في حلقتين يعني، بتكون الفنانة سوسن ميخائيل دورها، هي بتكون بتشتغل مغنية في إحدى النوادي الليلية،
وبيكون الأستاذ باسم هو الابن العاق لأحد تجار الذهب أو هيك شيء على ما أذكر المسلسل. يعني هذول وكان في بعض الإعلانات وأنا زمان يعني. فهذا يعني ما ممكن تعتبر تمثيل لأنه موضوع التمثيل هو أكبر من هيك. لكن يعني الحمد لله يعني هي ممكن. يعني هلأ عامر الخياط بعيدا عن شغفه بالغناء، هل ممكن إذا عرضت عليه، عنده شغف بالتمثيل، إذا عرضت عليه فرصة مثلا بعمل بدور أكبر من اللي تفضلت عليه، مثلا يكون مساحة أكبر، شخصية أكبر، هل عامر الخياط بيحبذ هذا الشيء؟ والله هو ممكن يكونه يعني أي شيء بيخدم الفنان، يعني خصوصا إذا تم أيضا التعب عليه، لأنه أكيد مو بشكل مفاجئ أنه يعني لما تنوي انت هذا الموضوع فممكن تخوضه، لانه ايضا فن يعني لا يقل اهم عن فن له قواعد دراسات، ويعني مو سهل، ما كان درس له معهد يعني يدرسوا فيه سنين طويله. حتى الممثلين الاساتذه اللي بعصرنا الحالي لما تطلع على ادوارهم اللي بالاول بتلاحظ فرق الخبره، بتلاحظ طبعا يعني النكهة أو الأثر اللي صار فيه أو اللي وصل له حتى وصل أداء العديد. وأكيد الدراما السورية طبعا 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 صحيح أستاذي. غالبا حتى هلأ في نجوم كبار سواء كعرب أو كأمريكان أو لهلأ في هلأ مدرب التمثيل هو يعتبر دور مهم جدا، لأنه بالنهاية الممثل هو لما بده يحاول هو يعني يجسد دورا ما مثلا أو شخصية ما، فهو بده يكون نتيجة لخبراته هو وخبرات المكتسبة. بس أحيانا في شخصيات يكون ما عنده خبرة مكتسبة، فهون وظيفة مثلا مدرب التمثيل يعده نفسيا ويعد الكاركتر، وطبعا بالتعامل أكيد مع المخرج، بالعمل مع المخرج بيحاول يقطره ويحطه إطار الشخصية ويغوصه بتفاصيله. فهي ما شرط صراحة، بس مثل ما تفضل طبعا صحيح. خبرة الممثل فينا نقول المبتدئ مثلا بشكل جديد بتختلف عن بعد خبرة مثلا خاض مثلا 30 عمل 40 عمل، فصار موضوع أنه يفوت متعود على جو اللوكيشن، متعود على العمل مثلا بطريقة ما، فبتكون أسهل. بس أكيد إذا أنت إذا نعرض على عامر الخياط دور ما، فهو أكيد حابب يخوض هاي التجربة. أكيد طبعا. وفي ممثلين يعني أو في كثير فنانين حاليا من الشباب نجحوا، يعني بمصر عندك الفنان حماد أهلال، الفنان تامر صحيح. يعني أكيد طبعا يعني هو كمان ذكاء المخرج بالدور اللي أعطاله، فيعني أنا شايفهم أنهم لطيفين جيدين، يعني ما كانوا يعني كان مقبول ولطيف وأضاف لهم أضاف إلى مسيرتهم الفنية بسيط إضافي يعني، وهذا شيء حتى موجود من قديم. يعني لا هو إذا بنرجع لأيام مثلا، إذا بنرجع مثلا المرحوم عبد الحليم حافظ، المرحوم فريد شوقي، وأسماء كبيرة مثلا، إن بالإضافة على أنه هو يعني هو سوبر ستار، بالإضافة على أنه مثلا بيغني هو، فهو بتلاقي مثلا ممثل، فهو صراحة لأنه الحس المبدع بشيء ما، فهو سهل عليه أنه يبدع بكذا مجال آخر، ما شرط يكون هو مثلا ممثل أو مثلا وبتلاقي في نسبة كبيرة صراحة من الممثلين بعيدا على أنهم ما اتجهوا مثلا للغناء، بس بتلاقي مثلا في أسماء كتير من الممثلين هن بيغنوا، عندهم خامة حلوة، وعندهم مثلا عرب راكزة، وعندهم مخارج حروف صح، نفسهم منتظم. في كتير مثلا عالم منهم، مثلا في كتير مثلا صفاء سلطان مثلا وغيره وغيرات، أنا ما هلأ ما ببالي صراحة. ففي كتير ممثلين، فهو بتلاقي مبدع مثلا بشيء ما، فأسهله أنه كمان يكون عنده موهبة تانية. أستاذي حابب صراحة باعتبار أنك عراقي أخي، بدنا يعني حابب هيك اسمع الجو العراقي، اسمع اللكنة العراقية هيك منك، الكاركتر الصح تبعك، كاركتر عامر الخياط العراقي بعيدا عن السوري. والله هو في كتير شغلات يعني احكي لنا بالعراقي، كمل الدردشه بالعراقي. يعني العراق مشهور بفن الابوذيه، وهو هو فن يعني تقريبا ممكن نشبهه بالعتابه بلبنان او بسوريا، اللي هي ثلاث ابيات بتجي على مقطع يعني على قافيه معينه، والقافيه الاخيره
أغلب الأوقات بتجي على إيا بيا عليا، بينما بسوريا ولبنان تجي ألف باء، الأحباب أبواب كذا، أو حسب الشاعر كيف ما يكون مرتب. فيك فينا نطلب منك تغني لنا مثلا، تغني لنا مقطع صغير بصوتك هيك بعيدا عن الجو السوري والفصحى، هيك نسمع منك شوية عراقي حلو. حبيبي حبيبي، أتمنى أن يكون مفهوم. رح أغني شيء يعني أبوذية مشهورة بالعراق. يا ريت يا ريت. اللي هي هلي هلي ما لبس وخادم سمنو، هلي ما لبس وخادم سملهم، وبجبود العدا بايت سملهم سملهم سملهم، إن شان إن شان أهلك نجم، إن شان أهلك نجم، أنا أهلي سملهم والله كثير من نجم على وغاب. الله عليك الله عليك يا أستاذ، ما شاء الله عليك صراحة، ما شاء الله. لا كتير كتير حلوة صراحة، كتير حلوة صراحة حلقتنا. ما لبسوا عفوا اللي هو أهلي من شدة كرمهم ما بيلبسوا الخدم، عندهم أسمالهم بيشتروا جديد، ما بيعطوا أوعي يعني عيب يعني، لا بيشتروا له شيء جديد. هلي ما لبسوا خاتم سملهم، وبتشبود العدا بأكباد بجمع كبد، بتشبود العدا بأكباد العدا بايت سم لهم سم يعني عداهم يكون مثل ما يقولوا مكيودين أو مغيوزين منهم. إن كان أهلك نجم، إن كان أهلك نجوم، أنا أهلي سماء لهم، إن كان أهلك نجم أنا سما لهم، كثير من النجم على وغاب يعني الله. ممكن تكون نجم ولكن النجوم تعلى وتغيب ولكن السماء تبقى يعني. الله يعني هي العراق سبحان الله. العراق إذا بنطلع بنرجع فيها لتاريخها يعني هي بلد الشعر صراحة، هن رائعين، هن أهل الشعر، بتحس ولد فطموا على الشعر. أستاذي أنا صراحة حابب يعني قبل ما أختم الحلقة حابب أسمع منك يعني هيك إذا بتسمعنا معلش مرة تانية مقطع من التغريبة من بعد إذنك، وخلينا نختم الحلقة إن شاء الله. طبعا مع فارق الطبقة وفارق التوزيع لأنه عمل متكامل هو صحيح، فأكيد رح نسمع بسيط. لا تسل عن سلامتي، روحه فوق راحتي، بدلته همومه كفنا من وسادتي، صامت لو تكلم لفظ النار والدمى، قل لمن عاب صمته، خلق الحزن أبكما. الله عليك الله عليك، فعلا جميلة. وفعلا أنا صراحة نحن يعني أنا مشاهد عربي أنا ما بتخيل إنه اسمعها بصوت تاني صراحة، خلاص هي مربوطة بصوت عامر خياط، اسمع من حدا تاني بتحسه ما بنسلطن عليها، خلاص هي جزء من ذاكرتنا، هي محفورة بذاكرتنا خلاص. تغريبة عامر الخياط. نستغل فرصة الحلقة الجميلة بحضورك وحضور المشاهدين. يسعد لي قلبك أستاذ. احنا مستضعفين جدا، فلا يعني لا نملك غير الدعاء لأهلنا في فلسطين الحبيبة الغالية ولا ننساها. يعني مثل ما بيقولوا كما يقول يقال في ليبيا الله غالب والله يعني ما يعني ما طالع باليد حيلة، ولكن إن شاء الله هم أبطال، الله يبارك فيهم، ونتأمن ونتأمل أنه السلام يحل. يعني غريب البشر هذا بس بيؤذي للأسف صراحة للأسف يعني يعني عيشوا حياتكم، عيشوا
سبحان الله. لكن يعني كل التوفيق وكل التعازي لأهلنا في فلسطين ولكل من فقد عزيز وغالي، وإن شاء الله الأفراح ترجع، وبإذن الله النصر قادم بإذن الله. إن شاء الله. نحن طبعاً مندعي بالرحمة للشهداء، والله يخفف ويشفي يعني كل الجرحى الفلسطينيين الموجودين بغزة والوطن العربي. ولكن بشكل خاص للأسف الوضع الإنساني حالياً في غزة جداً صعب عالمياً. صراحةً يعني الناس بدأت تشوف الحقيقة صراحةً، يعني موضوع حالياً اللي عم بيصير جوع، يعني بننهي نحن إن شاء الله. نحن رسالة كفنان، كيف ممكن مثلا شو دور الفنان نعم. ممكن يساعد بهذا الجو، يعني مثلا بهذا الوضع السيء المؤسف، مثلا وين دور الفنان الحقيقي برأيك؟ ممكن يعني من خلال أعماله أحيانا، ممكن يعني مو بالضروري يكون كل أغاني هي بتحكي عن الحب وعن ممكن أحيانا الأغاني بتحكي عن الوطن، عن يعني عن حقوق الناس المستضعفة أو المغتصبة، لأنه الشعب الفلسطيني والشعوب العربية هي ليست ضعيفة، لكن في أسباب يعني حاطط بها الوضع هذا يعني. يعني ممكن يسلط الضوء على هاي القضية من خلال أعماله، سواء كتمثيل أو كغناء. ممكن بالنسبة لبعض النجوم اللي بيمتلكوا إمكانيات مادية أنه يدعم ماديا هذا الموضوع، لأنه من المعروف أنه مو كل الفنانين بيمتلكوا إمكانيات مادية. الناس فكرة أنه الرياضي أو الممثل أو المغني هو إنسان يعيش يعني مثل ما يقولوا عيشة الملوك، مع الأسف ملك ليس الجميع هكذا أبدا، نسبة قليلة فقط من الفنانين. طبعا الله يبارك لهم برزقهم، إحنا ما دخلنا يعني هذا شيء يعني رزق الناس ما دخلنا فيه. فهي من خلال إجابة على سؤالك أنه ممكن الفنانين أو النجوم بمختلف المجالات اللي عندها إمكانية مادية تدعم أهلنا في فلسطين وتدعم أي أحد محتاج لمساعدة، متعة العطاء أجمل من متعة الأخذ بكثير. ومثل ما تفضلت يعني أيضا بالنسبة للإنسان اللي بيقدر إنه يسلط الضوء على هاي القضية وأي قضية إنسانية كمان بيكون جيد، هذا بتصور الدعم اللي ممكن يقدمه. فكل إنسان حسب عمله، الطبيب يعني يدلو بدلو، البناء، المعلم، يعني كل واحد باستطاعته وبمجاله. صحيح صحيح، وفعلا هي هي رسالة الفنان الحقيقي، لسانه صراحة بيستخدم يعني سبب يعني شفنا التأذى. نعم يعني كل الدول ساعدت يعني الحمد لله. صحيح، وهي لفت الإنسان. صحيح، حتى يعني إذا بنحكي بالضبط بالزلزال، صحيح يعني بالزلزال اللي صار. نعم. فعلا الشعب بالنهاية حي بعيدا عن السياسات، بس الشعب بالنهاية كله أخوة وكله نعم. قلب بعض. أستاذ يعني عامر هناك إحنا ميت ما بيشيل ميت، الشعب السوري كسر هالمثل هذا وقدم يعني أمثلة كثيرة جدا بكرم العطاء إلى يعني الأشقاء والإخوان السوريين في غير البلدان. يعني بيقولوا في ناس بتقول انه فاقد الشيء لا يعطيه، بس انا ارى بوجهه نظري الشخصيه صراحه فاقد الشيء هو اكثر شخص ممكن يعطيه، لانه هو فاقده، هو بيشوف الوجع. فنحن بنحب نعم. اول شيء وجه تحيه للشعب السوري والشعب العربي بشكل عام، وبنقول الله يفرج عن كل هالأمة العربيه والعالميه. استاذ عامر اتمنى كان ايضا حزب صحه جيده، فنأمل إنه إن شاء الله يعني يعم السلام والرخاء إلى كل دول، مو بس العربية، كل دول العالم، لأنه ما في أجمل من الإنسان يعيش بسلام في أي موقع في الأرض. فعلا آمين. أستاذ عامر بتشكر كتير حضورك الجميل عنا صراحة، فعلا أثريتنا وهيك رجعتنا لذكريات حلوة نحن بمرحلة ما كنا بنحبها. أستاذ عامر نحن عم نستنى جديدك، هذا أول شيء، نحن عم نستنى أعمالك الخاصة بفارغ الصبر، وهون نحن من فيينا من النمسا ومن كل وطن عربي نوجه لك أكبر تحية، وعلى أمل اللقاء في مرة أخرى أستاذ عامر. شكرا لكم وشكرا للمجهود، شكرا لكادر العمل اللي تعب معنا بحل المشاكل التقنية، هذا دليل خبرة طبعا. وتحياتي لكل المستمعين والمشاهدين، أتمنى أن نكون دائما بخير. شكرا لك ومشاهدينا ومشاهدين ليالي فيينا بودكاست، لقاؤنا في حلقة جديدة مع فنان آخر، وعمتم مساء وتصبحوا على ألف خير.
جانا بودكاست.